محمد الجواهري شاعر العرب الأكبر، من أجمل القصائد التي قالها الشاعر في الحنين للوطن والاشتياق له قصيدته الشهيرة يا دجلة الخير، التي نظمها في عام 62 و900 وألف، وذاع صيتها في الآفاق، وفيها قال: حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لو ذا الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني. وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطراف الأفانين. وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين يطويني. يا أم بغداد من ظرف ومن غنج مشت تبغدد حتى في الدهاقين. يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين. يا دجلة الخير إن الشعر هدهدة للسمع ما بين ترخيم وتنوين. يا دجلة الخير كان الشعر مذ رسمت كف الطبيعة لوحا سفر تكوين. يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين. وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير خليني وما قسمت لي المقادير من لدغ الثعابين. يا دجلة الخير هل أبصرت بارقة ألقت بلمح على شطيك مظنوني؟ ويا نسائم إصباح تصفق لي ندى الغصون بليلات وتسقيني.